قولي لي النهارده عامله كيلو بترة، اشمعنى كيلو بترة؟ والله مش عارفة، يعني هو الفكرة جات لنا بالشكل ده، يعني انه لو كليوباترا عايشة دلوقتي ممكن تبقى شكلها عامل ازاي. يعني الفكرة جت في بالنا وقلنا نعملها تبقى حاجة حلوة. فكرنا في كذا مكان بصراحة، بس لقينا انه انسب مكان نقدر نصور فيه براحتنا في المغرب، في مدينة ورزازات، علشان كان في استوديو معمول فرعوني وكده، فحسينا انه هيبقى اكتر مكان مناسب لينا. يعني هو فعلا مخرج الكليب بتاعك هو مخرج اغنيه انت معلم لسعد المجرد؟ بالظبط، امير الرواني. انت عشان كده سافرتي له المغرب؟ لا خالص، احنا كنا يعني بنفكر في اللوكيشن. يعني احنا انا اوريدي انا مكلمه امير من الاول، ويعني شفنا مع بعض ممكن نصور فين. جه في بالنا كذا لوكيشن بره المغرب خالص، بس استقرينا على ده في الاخر زي ما قلت لك، علشان لقينا انه هو انسب مكان. يعني ايه الجرأة دي؟ لاقين لوك مختلف تماما، المزيكا، الميك اب بتاعك، اللبس كله كان مختلف، كنت قصدك كل التغيير ده؟ بصراحة لانه الغنوة نفسها مختلفة جدا عليا، فحسيت انه لازم كله بقى، كل الحاجات اللي حوالين الاغنية تبقى مختلفة بنفس القدر. عايز اسألك كمان، كلمينا عن تعاملك مع شركة سوني. التعاقد بيني وبين شركة سوني لمدة سنة، هنحضر فيها سينجلز وحاجات مختلفة جدا ان شاء الله تعجبكم. وانا بصراحة مبسوطة جدا جدا بالتعاون معاهم، ودي اول حاجة نعملها مع بعض، وان شاء الله كل الحاجات اللي جاية تعجبكم اكتر واكتر. مصطفى النهاردة معاكي كموديل في الكليب، كانت فكرة مين اللي هو يبقى معاكي في الكليب؟ هي كانت فكرة امير رواني، وهو شايف ان هو انسب حد للموضوع ده، وانا بصراحه يعني ما اعترضتش ابدا، انا بحبه عموما يبقى معايا في كل حاجه. فلما عمل ده وانا شفت حتى الشوتس بتاعته بعدها انبهرت بصراحه، لقيته يعني ايه ده، بيمثل حلو قوي. فالحمد لله كانت حاجه حلوه. يعني بعيدا عن الموسيقى ممكن تعملوا شغل تمثيل كمان مع بعض، خاصه كان ليكي انت مشاركه في ليالي الحلميه؟ اتمنى طبعا، اتمنى. انا بحب يعني تمثيل مصطفى جدا، وطول الوقت بقوله مثل، بس هو يعني مش مركز، بس هو يعني بصراحه في الموضوع ده حلو قوي، ومنتج شاطر جدا، ويعني هو بصراحه يعني من اكتر الناس اللي شفتهم ما شاء الله، يعني مالتي فانكشن، يعني بيعرف يعمل حاجات كتيره، منتج شاطر قوي لشركتنا، يعني بيمثل حلو قوي، صوته حلو، وملحن، ف مبسوطه بيه وفخوره بيه، وربنا يخلينا لبعض يا رب. ربنا يخليكم لبعض. اتهموكي اللي انت بتخافي من الحسد عشان بتخبي وش زين ابنك في كل الصور. سؤال، انا لوحدي اللي بخبي وش زين؟ ليه بتمسكوني انا يا جماعه؟ انا مش عارفه، انا مش حابه يعني ان هو يبقى سبوتد يعني دايما، بس يعني مين عالم، ممكن يعني ممكن قريب يعني، بس ما اعرفش بصراحه، بس انا حابه كده اكتر.